يعني ساعات انا برضو اقوم في يوم كده انضف الشقه وانضف، في النهايه اصحابي عارفين وبتاع ان انا في النهايه ممكن البيت ما يبقاش اتروق اكتر حاجه. يعني انا لحد فتره قريبه كنت باخد مصروف من ابويا. حاتم انا سامع انت بتمسح وبتكنس وبتطبخ، انت بتعمل كل تفاصيل البيت؟ لا امال في الكلاب اختي بتساعدني في الـ لان هي بتحبهم، بتعتبرهم برضو يعني بناتها يعني، فهي لو انا مش موجود في التصوير هي بتنضف لهم وهي تحط لهم اكل وميه ومهتمه بيهم اكتر مني يعني، كمان اكتر. ساعات ببقى بره وبتاع هي اللي بتغسل لهم الطبق بتاعهم، تحط لهم ميه ساقعه لو في الحر او في طب تفاصيل بيتك انت؟ امي اللي مهتمه باكلهم، لازم تطبخ لهم كل يوم، وما بياكلوش غير فراخ او لحم، فلازم في فراخ تيجي وتتنضف وتتعمل زي ما احنا بناكلها. زي يعني انت ممكن تاكل من الاكل ده عادي؟ هم بياكلوا من الاكل اللي احنا بناكله يعني، هم يعني حتى الفراخ مثلا ممكن تتسلق، هم ما بياكلوش مسلوق، المفروض ياكلوا مسلوق طبيعي، بس هم لا، ممكن الفراخ تتحمر في زبده وبتاع ومش عارف ايه. طب انت بالنسبه لامور بيتك مين اللي بيقوم بيها؟ انت عندك حد بيساعدك في امور بيتك في زي في نظافه البيت في ممكن دلوقتي ممكن ساعات اجيب حد يساعدني، وساعات اختي برضو هي اللي متوليه امور ساعات. ساعات وساعات انا برضو يعني ساعات انا برضو اقوم في يوم كده انضف الشقه وانضف. وانت لما بتبقى قاعد لوحدك بيبقى انت دايما عندك في بالك انت لو جبت كوبايه شاي وشربتها لازم هتاخدها بعد كده وتخش تغسلها، انت لو عملت قهوه انت هتاخدها بعد كده. ساعات بسيبه بالصراحه ومره واحده اعمل وتم كله بقى لما كله اقوم كده حركه نظافه يلا. وساعات ساعات في ساعتها كده اخلص لو البيت لسه نظيف يعني، لكن عازب في النهايه اقدر اقول لك ان البيت يعني ممكن ما تستقبلش فيه حد. ايوه بتاعك انت. لا يعني في النهايه اصحابي عارفين وبتاع ان انا في النهايه ممكن البيت ما يبقاش متروق اكتر حاجه يعني، لا اوقات واوقات يعني. اكتر حاجه بتدور عليها في البيت ايه؟ اكتر حاجه بتنساها وبتضيعها وتدور عليها؟ الريموت. يا راجل انا كنت هشتشك اقول الريموت. اني ريموت في يوم التكييف ولا التكييف والتلفزيون على طول؟ طب انت لقيت لها حل؟ بنام عليهم وساعات والله وساعات بقى حطيتهم في اي حاجه في علبه بيتزا جواها. حاطط تاكل بيتزا تقوم حاطط الريموت معاك جواها، بعد ما خلصت البيتزا احط الريموت جواها. وساعات تحت يعني ساعات يقع ورا السرير كده يعني. عادتك المفضله في البيت فين؟ في اوضتي. ما بتطلعش منها؟ تقريبا هي يعني هي شقه واسعه، بس هي اوضتي اللي فيها التكييف وفيها التلفزيون هي دي. وقعدتك دايما على السرير ولا حاطط كرسي بتقعد عليه؟ حاطط كراسي، بس لو بذاكر او حاجه حاطط مكتب يعني. مكتب بتقعد عليه برضه في اوضه نومك؟ في اوضه نومي يعني. انت ما بتخرجش براها خالص؟ ما هي بقى عشان فيها التكييف. فانت مرتبط بيه؟ مرتبط بالتكييف اكتر من اي حاجه. لو انا في المرحله الحاليه دلوقتي، اصحابك من داخل الوسط الفني ولا من بره الوسط الفني؟ الوسط الفني، بس ممكن ما يكونوش مشاهير قوي في الوسط. يوم مهم بالنسبه لك جد وشغالين معايا يعني، في ناس منهم شغاله معايا وتقييمهم ليك يعني بتركز فيه يعني؟ جد يعني شغال معايا مثلا مدير اعمالي مثلا صاحبي جدا، وهو كان المخرج بتاعي في الجامعه وممثل اصلا اسمه محمد خليفه. هو اللي بيشتغل معايا فني في كل حاجه. واصحابي بقى كلهم ممكن مثلا لو عندنا مشهد في الكبير ولا حاجه ممكن نعمل قعده بالليل على القهوه كده فيها 20 واحد كده، نقعد كلنا مثلا عايزين نطلع بافيه بيقعدوا يفكروا معاك ويفكروا ممكن انت بتقول كده لا وحش، لا استاذ جني مش هيوافق، لا مش عارف. ممكن لو عندي مشهد فيه مشكله حدوته مثلا في القصص اللي كنت بعملها في النهايه ممكن نقعد كلنا نكريتها كده في صاحب الجدع رزق. صح جد. مين صحابك الجدعان؟ كتير مش عايز انساهم، بس الفرقه اكتر. وفي بقى من الوسط، انا مش يعني انا بعتبرهم صحابي، انا بحبهم زي مش عارف هم، انا بالنسبه لهم صاحبهم، بس هم اكبر يعني زي احمد مكي انا بعتبره، زي استاذ احمد الجندي، زي استاذ صحاب جدعان فعلا. في صحابي بينهم هم فرقتي وكم حد الفرقه. علاقتك ايه بوالدك ووالدتك؟ هل انت اقرب للوالده اكتر ولا للوالد؟ والله الاثنين. الاثنين. مين اللي لو احتاج حاجه في اللحظه والتو لازم تكون محققها؟ الاثنين برضه. الاثنين. انت على طول يعني بتودهم كل قد ايه؟ انا امي ساكنه جنبي على طول، بقول لك هي اللي يعني بتغسل لي لبسي، وهي اللي بتعمل اكل للكلاب، وهي اللي لازم شقه جنب بيتها.
طول الوقت ما بطلعش بره الزيتون، افضل باجر بس باجر جنب بيتها. وابويا دلوقتي عايش معايا، يعني جه عاش معايا دلوقتي، جبته يعيش معايا برده لانه عشان يبقى قريب منهم ويبقى لو احتاج حاجه، لان اخواتي برده كمان يعني عندي اخت مش متجوزه، عندي اخت متجوزه برده قريبه من الزيتون، فبرده بتبقى كلنا جنب بعض. انت ولد وبنتين؟ احنا ولدين وبنتين. ولدين وبنتين. لما اهالينا بيكبروا بيبقوا عاملين زي اولادنا. يعني دايما يحمي جميع ابائنا وامهاتنا. ايه التفاصيل اللي انت بقيت حاسس فيها ان انت بقيت اب لابوك؟ لا مش عايز اقول والله كده، بس هو يعني ايه مش قوي. لا بالعكس والله، يعني استيل هم اللي شايلين حملك برضو. متهيألي انا لحد فتره قريبه كنت باخد مصروف من ابويا، يعني لما تتزنق معايا كنت باخد مصروف يعني. لا مش بس عادي يعني، هم بيحتاجوا حاجات وانا يعني وانا بحتاج حاجات هم بيعملوها. امي تشتغل و يعني صارت تطلع معايش مثلا موظفه، بس ستيل بترجع من شغلها بحس ان هي بتتعب اكتر مننا يعني، وعندها يعني تعبانه بس بتصحى بترجع تعمل اكل، وتعمل اكل للكلاب وتعمل اكل لكل واحد بذوقه يعني. انا ما بحبش المكرونه، بحب مش عارف ايه، فهي ممكن تعمل كذا صنف عشان، وتفضل طول النهار لغايه لما تنام واقفه على رجليها في مطبخ، وتخش وابعت لها غسيل دي تغسله وتنشر وتطبق فاهم. انت عايز زوجه زي ماما؟ لا مش قصدي. لا انت عايز حد يحتويك زي والدتك؟ لا مش قصدي، انا قصدي ان هم في ستات بيبقوا عندهم، انا بحس ان عندهم مجهود اكبر من ده حقيقي يعني. في ستات بتبقى شايله بيوت، انا ما اعرفش يعني، الراجل ممكن يكون بيشتغل ويرجع يشتغل، بس الست ممكن تكون بتشتغل وممكن تكون مسؤوله ان هي تطبخ ومسؤوله ان هي تودي اطفال تمارين، وفي مشاركه وفي كل حاجه، بس هم حقيقي ممكن يكون، او انا بشوف في ناس المجهود بتاعهم اكبر من